محافظ كربلاء عبر الهاتف السيد نصيف جاسم الخطاب. أهلا بك سيد نصيف. في حصاد التغيير الإخباري والسؤال الذي يطرح اليوم، يعني هذا المزار من المسؤول؟ ديوان الوقف الشيعي يقول هذا المزار لا علاقة لنا به، من المسؤول عليه؟ من هي الجهة، الشركة اللي بنت هذا المزار؟ من هو المقاول؟ ما هي المعايير التي اتبعت؟ هل لديكم علم بهذا الموضوع؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا عبركم تعازينا لعوائل الضحايا والشفاء إن شاء الله للجرحى، وشكرنا وتقديرنا العالي لفرق الدفاع المدني الأبطال اللي واصلوا الساعات الليل والنهار بجهود حثيثة وكبيرة جدا. كذلك الجهود طبعا أثمرت عن إنقاذ أرواح يعني، وكذلك طبعا لا زالت الجهود كبيرة باتجاه إخلاء الموجودين تحت أنقاض الكتل الترابية التي انهارت على هذا المكان. عزيزي، هو ليس مزارا بالمناسبة، ليس مزارا، هذا واضح، خلي يكون واضح لدى الجميع، ليس مزارا، موقعا يقال انه موقعا تاريخيا بني منذ زمن بعيد عن طريق مواطنين، وهذا طبعا هذه اصبحت عادات وتقاليد موجودة ضمن المجتمع الموجود أن يأتون إلى هذا الموقع المرتبط بواقعة تاريخية، وليس مزار، وليس الشركة بنته، ولا مقاول بناه، وهذا كل ما هنالك. هناك كما طبعا ليس هذا هو المكان الوحيد، هناك أماكن أخرى يعتقد أنها لها واقعة تاريخية معينة أو مرتبطة بالصالحين، وبذلك هناك ارتباط نفسي وارتباط قد يكون معنوي من قبل مجموعة كبيرة من الناس في هذه الأماكن وهي التي تبنيها. نعم سيد نصيف، بعد الترحيب بك ثانية، كيف من الممكن منع تكرار هكذا حادثة خاصة بعد أن عرفت أسبابها؟ شكرا لهذا السؤال. أنا الآن يعني وجهت واتخذت قرار بغلق الموقع بالكامل، على اعتبار هذا الموقع لا زال يمثل خطرا على المواطنين باعتبار محيط فيه تلال صخرية وترابية، لا سامح الله قد يتكرر هذا الموضوع لأي سبب قد يكون معين، وبذلك من لحماية للمواطنين منعنا منعا باتا ارتياد هذا المكان، وهذا وجهنا به وأبلغنا به كل المواطنين. طب سيد نصيف، يعني هذا بناء كبير نشاهده بالصورة، بناء كبير، من القائم عليه؟ من المسؤول عنه؟ طب الناس اللي يجون يزورون هذا المكان، وانت تقول هذا مو مزار، ناس اللي يجون يزورون هذا المكان اكيد يوضعون اموال كذا، منو اللي ياخذ الاموال؟ وين تروح؟ منو المسؤول على هذا المكان بالضبط؟ وانا تحدثت لك قبل شويه، خا ما مصير اعيد مره ثانيه اقول لك انه هذا مرتبط بي، منهم من الناس، مو منطقي انه تقول لي والله هو مزار ناس وموروث شعبي، واكيد اكو شخص معين قام ببناء هذا المكان، من هو هذا الشخص؟ مو منطقي حديثي، لا مو منطقي، لا مو منطقي انه نقول هذا البناء، يعني البناء 1 مليون 2 مليون بنو مواطن بنو، اكيد اكو شخص معين او جهة معينة بنت هذا المكان وده تستفيد من عائدات هذا المكان، هذا هو السؤال حبيبي. لا مو جهة، اكو اشخاص معنيين بهذا الموضوع وقد يجمعون تبرعات من الناس اللي يرتادون هناك تحت هذا العنوان معين، او تأتيهم تبرعات معينة او امور اخرى معينة، لا شك ان هذا الموضوع هو ليس مرتبط بجهة معينة. طيب سيد نصيف، عملية الدخول لهذا الموقع التاريخي او حتى يعني المزار، كيف من هل هي عشوائية؟ يعني كيف من الممكن التأكد من الاعداد التي لا تزال عالقة تحت الانقاض بشكل دقيق وليس تقريبي؟ لا دقيق، انا انطيش ارقام الدقيقة، العدد الكلي كان موجودين فيه فقط 10 نفرات، وتم إخلاء. كيف تأكدتم من العدد إن سمحت سيد نصيف؟ إذا سمحت لي، تم إخلاء 2 بجهود كبيرة من الدفاع المدني، وتم إخلاء 4 جثث يعني أو 5، ومن المتوقع فقط 3 موجودة الآن تحت الأنقاض من خلال تواجد أولياء أمورهم الذين هم كانوا موجودين، شهود عيان كانوا موجودين قالوا كانوا موجودين في الموقع هذا العدد وهم أقربائهم وأعطوا حتى الأسماء. طب سيد نصيف، يعني أنت تقول بأن هذا المكان الموقع ليس مرتبط بجهة معينة، وإنما هناك أشخاص هم اللي قاموا بالبناء ويأخذون تبرعات،
طب أنتم كحكومة محلية ما تعرفون ذول الأشخاص منه؟ ألا يعتبر هذا نوع من النصب والاحتيال على العالم؟ ممكن أنا أجابك علي بوقت آخر، لكن أكو أمور عادات وتقاليد وموروثات مرتبطة. بغض النظر عن العادات والتقاليد والموروثات سيد نصيف، أنا لا أتقرب عند العادات والموروثات، أنا أتحدث عن واقعة هاي تعتبر جريمة بحق الناس اللي راحوا بها ضحايا. أنتم تعلمون هؤلاء الأشخاص من؟ طب كل هاي الفترة الزمنية اللي هم قائمين بهذا المكان ويأخذون تبرعات ليش ساكتين؟ وانتوا تعرفون انه هذا يمكن قد يكون بشبهة نصب واحتيال، ليه ساكتين؟ هذا الموقع ليس اليوم، يعني هو من عشرات السنين بالمناسبة. وطبعا انت اي شيء يرتبط بموضوع تعرف موضوع ديني عقائدي لا يمكن للحكومة ان تكون بتماس. ما الوقف الشيعي يقول لك احنا ما لنا علاقة به، يعني هو المرجعية في هذه الامور هو ديوان الوقف الشيعي، يقول لك احنا ما لنا علاقة به. اي ما يخالف، الوقف الشيعي الان قال، يعني لو كان قال قبل، لو أرسل الوقف الشيعي كتابا تحريريا وقال هذا الموقع غير صحيح ويجب التعامل معه أو إغلاقه، هو للحكومة تقوم بإغلاقه مباشرة. طيب سيد نصيف، هل كان من الممكن الحيلولة دون وقوع الحادثة؟ يعني هل هناك إجراءات ربما جهة معينة قصرت بها ولذلك وقعت الحادثة؟ يعني الآن أنا عملت لجنة تحقيقية عالية المستوى بالموضوع، بس هو واضح الآن حضر السيد وزير الداخلية، السيد نائب قائد عامة مشتركة، طبعا بتوجيه من السيد رئيس الوزراء، بعد ان اتصل بينا السيد رئيس الوزراء بشكل مباشر اطمئن على الموضوع ووجه الامكانيات لنا. السيد فخامة رئيس الجمهورية كذلك اتصل وعز الضحايا، ولكن بصراحة انا اتحدث لكم انه هذا الموضوع الموروث الشعبي المرتبط بعقيدة معينة يحتاج لعمل دقيق، وليس هكذا بطريقة بسؤال وجواب وينتهي الموضوع. لا، ولكن هناك يبدو واضحا أن هناك من استغل هذا الموروث وهذه التقاليد. أنت تقول هناك مجموعة أشخاص وليس الجهات. طب هؤلاء الأشخاص عرفتوهم، استدعيتوهم، ألقيتوا القبض عليهم، تعاملتوا وياهم كل هاي الفترة اللي يأخذون فلوس من العالم على شكل تبرعات؟ نعم، الآن القيادة شرطة كربلاء اتخذت الإجراءات المناسبة بحق المعنيين والقائمين على هذا المكان، فطبعا أكيد يعني ما راح يتركون هكذا. طيب سيد نصيف، أود العودة لنقطة ذكرتها قبل قليل، ربما لم تجبني عن الشق الثاني قبل قليل من سؤالي، قلت بأنه أقارب الضحايا لعبوا دورا كبيرا بمساعدتكم بمعرفة أعداد الضحايا يعني الموجودين في الموقع، ولكن أليس هناك احتمال بأنه أشخاص بمفردهم زاروا الموقع؟ قد يكونوا لا يزالوا عالقين يعني تحت الأنقاض. هذا الاحتمال ضعيف جدا. ليش؟ لأنه أول الموقع هو بعيد عن مركز المدينة، وفي هذه الأيام بالأصل لا يرتاده أعداد كثيرة، في أيام أخرى قد تكون ليلة الجمعة أو الجمعة يرتاده أعداد، ليس من الطبيعة أن يرتاده أعداد كبيرة. طيب البحث لا زال جاري، لا أجزم 100%، ولكن بنسبة عالية جدا أنه هذه أرقام دقيقة.